المعاناة التي يتكبدها فوج إطفاء طرابلس من حيث عدم قبضهم لرواتبهم منذ 3 أشهر وعدم حصولهم على بدلات النقل وأي مساعدة اجتماعية واستشفاء، هذه المعاناة لن يلغيها افتتاح المبنى الجديد للفوج التابع لاتحاد بلديات الفيحاء والذي جرى اليوم في مبنى الاتحاد طريق المرفأ. الافتتاح أتى برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ممثلا بوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وحضور للنواب وفعاليات الشمال. وقد تم تأهيل المبنى بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي ومشروع التمكين البلدي، وهو مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات. وقد كانت كلمات بالمناسبة لرئيس الاتحاد حسن غمراوي وللداعمين، كما كانت مداخلة لنائب رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد من خارج البرنامج، حيث وضع قضية شباب فوج الإطفاء في عهدة الوزير مولوي. احنا عندنا مطلب أساسي اللي هو هلأ بده يكون بحوزتك، هو مع وزير المال. هذا المطلب الأساسي اللي هو مع وزير المال، أنه هالشباب الإطفائيين وشباب الاتحاد البلديات صاروا 3 أشهر ما قضوا، حضرتك عم تتابع الموضوع بأكثر من مرة، هو منو عندك؟ ولكن حرام ما قضوا لا استشفاء، إذا طلعوا على حريق ما في عندهم تأمين، ما فيهم عم يجيبوا أكل بلا بدل نقل منو عم ياخذوا، يعني ما في شيء لألهم من اللوازم عم يقدروا ياخذوه بهيدي الأمور الأيام الصعبة، يعني مثل ما عمرنا الحجر كمان لازم نشوف البشر. الوزير مولوي أكد في كلمته على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، كما وعد بمتابعة قضية رواتب فوج الإطفاء مع وزارة المالية. بالسياسة نحن لازم لبنان كله والشعب كله يضغط في سبيل انتخاب رئيس جمهورية، رئيس جمهورية قادر أنه يطلع بالبلد إلى الإصلاح، رئيس جمهورية قادر أنه يحقق الإصلاحات المنشودة، رئيس جمهورية معه ومع فريق عمله ممكن بينقلوا لبنان نحو الأفضل، بيأمنوا حقوق المواطنين، بيأمنوا البلد، بيبنوا البلد، لأنه ما فينا نكرر أي تجارب أو أي ممارسات أو أي مواضيع أو أي أمور أدت صارت من عقود وعقود وأدت بالبلد إلى ما وصلت إليه. وبعد حفل الافتتاح جال الوزير مولوي والوفود المشاركة في أرجاء المبنى. من طرابلس روعة رفاعي، صوت لبنان.